بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في مساء جديد من مساءات الاثنين، وفي ليلة من ليالي المعرفة والتنمية والتطوير في برنامج مساء الاثنين، وفي مبادرة شبابنا عمادنا التي نسعد فيها كثيرا بالشراكة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي المهتم والباحث في قضايا الأسرة والمجتمع. وهذه الحلقات التي تأتيكم في الاثنين الثالث من كل شهر هي مخصصة فعلا للدكتور علي لعرض كل ما يمكن أن يكون بإذن الله تعالى نافعا وخادما ومطورا ونهضويا لشباب الأمة بإذن الله تعالى. بدء اللقاء ترحيب باسمكم جميعا بالدكتور علي، فحياكم الله. الله يحييك يا مرحبا بك وبالأخوة والأخوات. أيها الكرام، في وقتنا الحاضر كما لا يخفى عليكم تعددت وسائل اكتساب العلم والمعرفة وتنوعت وازدادت سهولة وانتشارا، ومع كثرة ينابيع الفكر والثقافة واختلافها وتنوعها تبقى القراءة هي الوسيلة المثلى والأساسية في ذلك، نظرا لما تمتاز به من سرعة ويسر في الحصول عليها وعدم تقيدها كذلك بزمان معين أو مكان محدد. ورغم أننا أمة اقرأ، لكن هنالك عبارة تردد كثيرا وتقول أننا أمة لا تقرأ، هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. وهنالك بعض الأبحاث والدراسات تشي بضعف إقبال شبابنا العربي على القراءة الجادة المثمرة، وهذا أيضا سنتناوله في محاور هذه الحلقة والوقوف على أبرز أسباب هذه الظاهرة وطرح المزيد من الرؤى والأفكار والمحفزات لكي نكون بإذن الله تعالى شبابا قارئا وشعوبا معرفية تعنى بإذن الله تعالى بالصداقة والجلوس إلى الكتاب والمشاركة المعرفية مع أهل الكتاب والمؤلفين له. وازدانت هذه الطاولة حقيقة بمجموعة من الكتب التي أحضرها الدكتور علي معه مشكورا لإطلاعكم على أبرز ما فيها في موسم الكتاب وفي معرض الكتاب الدولي الذي تقام فعالياته هذه الأيام في الرياض. أهلا بك يا دكتور علي ومرحبا، وشرفتنا وشبابنا عمادنا. ندعو الأخوة والأخوات أن يشاركونا في عنواننا الرئيس في هذه الحلقة، الشباب والقراءة، وذلك من خلال الكتابة في وسم مساء الاثنين أو وسم شبابنا عمادنا. نرجو أن نتمكن من الإتيان على مشاركاتكم وإثرائكم هذا. حياك الله وبياك. ونحن قادمون دكتور علي إلى هذه الحلقة، كنت أسألك عن معرض الكتاب الدولي فقلت لي أنا ابن المعارض، فكيف ترى هذه المعارض وكيف ترى أهمية وجودها وأهمية القراءة بشكل عام؟ سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أنا ابن المعارض وطلاع الثنايا وتأضع العمامة تعرفوني. الحقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال اللطيف الجميل الرائع، دعني أتحف المشاركين في شبابنا عماد هنا بمجموعة من الأبيات أمدح فيها الإخوة والأخوات الذين يشاركوننا، وهي أبيات الحقيقة وجدتها في أحد الكتب فأعجبتني ورأيت أنها تنطبق على هؤلاء الإخوة والأخوات المشاركين في هذا المشروع، وهذه ثمرة من ثمرات القراءة، أن الإنسان عندما يقرأ يقف على أبيات رائعة وجميلة. مرة جردت ولم أكمل كتاب البداية والنهاية لابن كثير في البحث عن أبيات الشعرية الجميلة، لأنه حقيقة مرة قرأت بيت فأعجبني وغاب عني في البداية والنهاية، أين هو؟ ووجدته بعد ذلك، وكان مطلعه علو في الحياة وفي الممات، الحق أنت إحدى المعجزات. فأقول في الشباب اليوم من هذه البيوت المنقولة: كل شهم فيكم رمز فتوة، السماء تروي إلى الأرض سموة، غيركم في لهوه قد جمحت نفسه يهوي بها سبعين هو، وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة، دعوة بل صحوة بل وثبة في صفاء ووفاء وأخوة. أربعة أبيات وجدتها محفوفة في أحد الكتب، فأردت أن يعني أبدأ بها حلقتي الليلة لإخواني وأخواتي الذين يشاركوننا في شبابنا عمادنا، وننتظر ردا منهم لأستاذهم. الله المستعان. ولك أنت جزاك الله خير. أنا دعني قبل أن أجيب على هذا السؤال
نستلهم التاريخ ونستنطقه قليلا في بداية هذه الحلقة، وتحديدا مع الخليفة سليمان بن عبد الملك. وسليمان سليمان كان يملك قطعة ضخمة من الأرض، وإذا خرج أمره من دمشق وصل إلى حدود الصين. هذا الرجل دخل مرة إلى الحرم ومعه الوزراء والأمراء والحاشية وقواد الجند وغير ذلك، وكان حسر الرأس حافي القدمين، ليس عليه إلا إزار ورداء، شأنه كشأن بقية المسلمين عندما يذهبون إلى العمرة والحج، وكان معه ولداه كأنهما طلعة بدر. فلما انتهى من الطواف سأل عمن هو مفتي مكة وعالمها، فقالوا عطاء ابن أبي رباح. هو لم يرى عطاء من قبل، ولكن قال أروني عطاء. فإذا بهم يأخذوه إلى عطاء فرآه، وإذا به شيخا حبشيا أسود البشرة مفلفل الشعر أفطس الأنف، كأن رأسه زبيبة مشلولا نصفه، لا أملك من الدنيا لا درهما ولا دينارا. فقال له الخليفة أنت عالم مكة؟ بما ستهم وصرت عالما؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي الذي انقطعت له 30 عاما. والله لقد كان المسجد وسادة عطاء 20 عاما، المسجد من أجل أن ينهل من ذلك العلم. قال سليمان، أصدر فرمان، ها سليمان أصدر قرارا، لا يا أيها الحجاج لا يفتي المناسك إلا عطاء. لم تنتهي القصة بعد، وقعت مشكلة فقهية لسليمان بن عبد الملك، فجاءه وأبناؤه ليسألوا عن مسألة في الحج، فذهبوا إلى عطاء فوجدوا عطاء قد تحلق الناس من حوله يسألونه عن مسائلهم. فقال فأراد سليمان أن يتقدم الناس خليفة، قال مكانك فإن الناس قد سبقوك إلى هذا المكان، فإذا جاء دورك فسل. يقول هاي الخليفة، فلما جاء دوره سأل، قال سليمان لأبنائه يا أبنائي عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد. ثم قال يا بني تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء إلى مراتب الملوك. عندما تسمع عطاء أضف إلى عطاء الزهري وابن المسيب وسعيد بن جبير وابن المديني والبخاري ومسلم والشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن عثيمين وابن باز والألباني وبقية العلماء، هؤلاء بما سادوا الناس بالعلم. لم يسودوهم بأموال. الذين يشجعون اليوم كرة، وأنا لا أتكلم لا على حكم شرعي ولا شيء، نحن لسنا مفتين هنا، لكن لما تتكلم على شخص يتابع مثل هذه الأشياء، اللاعب إذا انتهت مدته ذهب ونسي بعد ذلك إلا في بعض وغيرهم من التجار، إلا من وفقه الله تعالى لفعل الخير، أما العالم فيبقى. 256 يموت البخاري أو 61، ونفتح الآن كتابه نقول رحم الله، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يعني 1200 سنة. على ماذا نترحم؟ نترحم على علم، نترحم على جهد بذله ذلك الرجل في الجلوس بين يدي الأشياخ وفي أخذ كذلك الكتب، أخذ العلم من مكانه الصحيح وليس من مكانه غير الصحيح الذي يعني دخل فيه الناس اليوم من خلال هذه الوسائل. اليوم كأنك تنزع الناس نزعا كنزع الشوك من السفود، تريد أن تخرجهم من هذا العالم، العالم التقني. العالم التقني ليس ضارا وليس نافعا أيضا، وإن كان ضرره في إضاعة الوقت بلا شك كبير جدا، ولكن المهم أنه ليس وسيلة للعلم أو ليس وسيلة أصلية للعلم. هو مساعد، هو مساند، هو مقرب للمعلومة، هو موصل لشيخ بعيد من خلال الاستماع إليه لا شك، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، لكن ابن الكتاب الذي يعيش معه ويجالسه ويتعلم منه يخرج مسائله ويجمع بعضها إلى بعض ثم يؤلف بعد ذلك كتابا، هذا والله هو العز الذي ليس بعده عز. وكان العلماء ينامون وهم على صدورهم الكتب، بل بعضهم يموت بسبب أنه منشغل بالكتاب ويسقط في حفرة أو تصدمه دابة ونحو ذلك. فلا شك يا أخي الكريم أن قضية القراءة والاطلاع والعلم من الأهمية بمكان. ولهذا في عام 1983 لما صعد أول مكوك فضائي في روسيا، قامت الدنيا ولم تقعد في أمريكا، وبدأوا بعد ذلك بتشكيل اللجنة، وكانت مكونة من 18 شخصا، وتولاها في آنذاك وزير التعليم، وبدأت هذه اللجنة بدراسة الوضع الأمريكي ولماذا تخلف المجتمع الأمريكي عن الصعود إلى القمر، وأن هذا المكوك الفضائي كان من نصيب روسيا. وجاء الجواب أن نسبة القراءة أو انهماك المجتمع في القراءة كان ضعيفا، ولهذا لابد من إعادة هذا الأمر بحيث يصبح ثقافة مجتمعية. أنت قبل قليل سألتني وقلت لي هل الناس تقرأ؟ هذه معارض الكتب، هل هذا الكم الهائل من الناس؟ هو مبشر
وهو مؤشر أيضا رائع وجميل. والحقيقة الأعداد ضخمة ليس فقط في بلادنا، بل إذا ذهبت إلى معرض القاهرة أو معرض الشارقة أو معرض المغرب العربي أو أي دولة من الدول تجد أن هذه الأعداد الهائلة تواجهك في المعارض. لكن نحن قضيتنا هنا اليوم ليست الدخول المعرض، القضية كيف تكون القراءة ثقافة مجتمعية يشب عليها الصغير ويكبر عليها الشاب وتصبح جزءا حياتيا، وتصبح قضية أجدها في الإعلام وأجدها في وزارة الشباب ورعاية الشباب، وأجدها في وزارة التعليم، وأجدها في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأجدها في المسجد، وأجد الأبناء يدرسوها. أنا كنت أتمنى في هذا المعرض أن أجد جائزة من ضمن هذه الجوائز التي تذهب يمنة ويسرى في مكانها إن شاء الله الصحيح، جائزة لأفضل أسرة قارئة، لأفضل أب قارئ، لأفضل أم قارئة، لأفضل شاب قارئ، فتاة قارئة، طفل قارئ. أين هذه الجوائز من الحضور المجتمعي في حياتنا؟ نحن بحاجة إلى إحياء مثل هذا التنافس الرائع بين الناس حتى يعني نشعر بأنها قضية مجتمعية. أريد أن أفتح أنا قناتي الرسمية، القناة الموجودة أو أي قناة أخرى أيضا من هذه القنوات الرائعة، وأجد فيها حضور لمسألة القراءة وتنافس في عالم القراءة وليس مسابقة ثقافية فقط. جميل. نعم. المشكلات التي يمكن أن تترتب على عدم عنايتنا بما تفضلت به من التحفيز للقراءة، الاحتفاء بالقراء، تكريم القارئين، المؤلفين غير، إذا كنا بعيدين عن هذا الشأن العظيم هو القراءة، ما الذي يمكن أن يحصل بحاضرنا ومستقبلنا؟ شوف الكلام كثير في الإجابة على هذا السؤال، لكن يمكن نختصر لك في كلمة واحدة. أيوه. إذا لم يكن هناك قراءة فلا حضارة. الذين يبنون الحضارة هم أناس لديهم عقول قادرة على التفكير وصنع المجتمع وبناء المجتمع بأفكار رائعة وناضجة ومميزة. الذين بنوا العالم اليوم هم في الحقيقة أناس أذكياء، نابهون، مفكرون، قادرون على أن يدخلوا إلى مساحات من الإبداع والتميز بسبب ماذا؟ أن عقولهم كبيرة. القراءة تصنع عقلا كبيرا، هناك شيء ديناميكي وهو فتح الكتاب والصفحات، لكن هناك شيء لا يظهر للناس وهو صناعة هذا الإنسان في عقله في الداخل، تبنيه، تشعره بأن ثمة عالم آخر فسيح وواسع يمكن أن يجعل يعني يفيد منه مجتمع. كل العلماء على مر التاريخ إنما صنعوا هذه الإنجازات من خلال ماذا؟ من خلال العلم. أنا أعطيك مثال، سبحان الله صار فوق بدون العلم وبناء الأمم. العلم وبناء الأمم، هذا عندما تفتح فهرسه يا أخي الكريم، أمة الإسلام والعلم، صناعة العلماء، دور العلم في بناء الحضارات، أمثلة تطبيقية، خذ أمثلة، دور العلم في بناء الحضارات القديمة والحضارة الصينية والرومانية والفارسية والهندية والمصرية واليونانية والإسلامية، ثم خذ أمثلة في العصر الحاضر، دور العلم في بناء أمريكا، في بناء اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، إلى غير ذلك، دور العلم في حياة العلماء وأمثلة تطبيقية أيضا. هذه رسالة أو هذا الكلام الذي يحتويه هذا الكتاب يعطي الناس رسالتان، تريد حضارة؟ لازم تقرأ وتتعلم بلا شك، تثقف الناس وتنشر وعيا، وعيا. هذا الوعي ترى ليست القضية هي بس صنع ثقافة داخلية، لا لا لا. أنت اليوم ترى ممارسات خاطئة وسيئة في قيادة السيارات، تمام، في رمي النفايات أحيانا والمخلفات في الشوارع نحو ذلك، علمه، ثقفه، وعيه، وليس في أسبوع نحن نجعل أسبوع مرور، أسبوع شجرة، أسبوع كذا، أسبوع كذا، أسبوع كذا، هذه الأسابيع تذهب وهي جزء من ميزانية المؤسسة التي تقوم بهذا المشروع. الكلام أين حضورها المجتمعي؟ تريد تبني؟ لا تجعله أسبوعا، اجعله 365 يوما من خلال ماذا؟ ثقافة، ثقافة يعيشها الإنسان. أنا كنت أحيانا أقرأ، وفرق بين أن تقرأ في الكتب وأن ترى الناس عن كثب. ذهبت إلى بلاد الغرب في أكثر من مكان، الحقيقة القراءة شيء مجتمعي مثل الأكل والشرب. والله يا أخي في الباصات، في القطارات، كنت طالع من قطار من دولة إلى دولة، وإذا الرجل والمرأة الكبيرة في السن وكتابها بين يديها، يعني كانت رحلتنا قرابة 4 ساعات والكتاب بين يديه، والله كبير في السن هذا الرجل، لم يقرأ في يوم وليلة، لكنها كانت أيضا جزء من حياته. دكتور محمد عبد الوهاب يقول خرجت مرة من بلجيكا، من ألمانيا إلى بلجيكا في القطار، يقول وإذا بإحدى أحد الأطفال أزعجنا في القطار، فكنا كلنا نلتفت نريد هذا الابن يسكت. يقول فأمه فتحت شنطتها، يقول توقعت كل شيء،
يمكن أن يوجد في شنطة المرأة العربية. ها؟ إيش تحصل؟ مكياج وشبه بلاش خلاص أشياء والله وجوال تجلس ربع ساعة علشان ها؟ قالت فأخرجت كتابا وأعطته للصبي فسكت حتى وصلنا. سلام، هذا الرضاعة حقيقة شافها. والله رضاعة، والله صدق يا أخي، يعني مثل هذا. ولهذا يقولون الإنسان القارئ تصعب هزيمته، والإنسان القارئ الشعب القارئ تصعب هزيمته أيضا. طيب اليابان وغيرهم كلهم والله ما ارتقوا إلا بهذا الأمر. طيب معلش، يعني بأطرح موضوع ويطرح كثيرا. تمام. وتحت مظلة العبارة الشهيرة أمة اقرأ لا تقرأ، ودائما تتكلم أنت جزاك الله خير من زمان أذكرك، يعني من يوم عرفتك عام 1425 وحنا في هالموضوع. طيب وغيرك من الحريصين على بناء المجتمعات. صح. لماذا نحن يعني لم نتقدم مراحل جيدة في مسألة القراءة التي يعني مثل ما تفضلت هي مؤدية بلا شك إلى 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 الحضارة وإلى ازدهار وإلى عقول يعني مفكرة، ليش حنا ما نقرأ فعلا؟ يعني سؤال كبير، وأنا الحقيقة قد زورت في نفسي كلاما وأنا أقرأ اليوم عن هذا الموضوع، أنه لا داعي لجلد ذواتنا. الحقيقة الكتب التي تتحدث عن القراءة في العالم العربي كتب مميتة وقاتلة ومدمرة لذواتنا. والذي يقرأ فيها، أنا شوف جايب لك مجموعة كبيرة، هذه كلها ما عدا هذا الكتاب الذي في الأعلى كلها تتحدث عن القراءة. اقرأ سجد العبدلي وعبد الكريم بكالي، ماذا نقرأ، الثقافة الإسلامية أكرم ضياء العمري، الإضاءة لخالد النصار، القراءة الذكية سجد العبدلي، طرق الجامع محمد موسى، اهتمام المسلمين بالكتب إلى آخره. حقيقة لما نقرأ، طبعا أنت تتكئ شيخ إلى تاريخ كبير، يعني عندما نتكلم على أن أمة اقرأ لا تقرأ، ها نتكلم على أي فترة زمنية؟ لازم نحدد هذا السؤال. هل نتكلم عن 20 سنة الأخيرة، 50 سنة، 100 سنة الأخيرة؟ هل نتكلم على 14 قرنا؟ لا يمكن هذا. نحن لدينا أمة قارئة بشكل غير عادي. يا أخي أبو بكر ابن أبي عطية قرأ صحيح البخاري 70 مرة. ما شاء الله. أي نعم. أبو محسن اللؤلؤي قال لي 40 يوما 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري. وقد قرأت، وابن الجوزي يقول قرأت أكثر من 20,000 مجلد. أنا سأعطيك هنا عبارة وسأجيب على سؤالك، لأن الحقيقة عجبتني هذه القراءة، هذه العبارة الجميلة الرائعة. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه له عبارة مشهورة في قضية القراءة عنده. طبعا الرجل ماذا يقول؟ يقول كنت أقرأ 70 عاما، والذي قرأته، أقرأ لك عبارته؟ تفضل. عبارة جميلة يقول: فلما قالوا فلماذا وقتك لا تملأه بالقراءة؟ قلت: ومن يقرأ أكثر مني؟ أنا من 70 سنة إلى الآن، من يوم كنت صبيا أقرأ كل يوم 100 صفحة على الأقل، وأقرأ أحيانا 300 أو أكثر، ما لي عمل إلا القراءة، لا أقطعها إلا أن أكون مريضا أو على سفر. فاحسبوا كم صفحة قرأت في عمري، لقد قرأت أكثر من 500,000 صفحة. وأعرف من قرأ أكثر مني كالأستاذ العقاد والأمير شكيب أرسلان ومحمد كرد علي ومحب الدين الخطيب رحمه الله. رحمه الله جميعا. وتكلم طبعا وذكر هنا ابن الجوزي وذكر الذهبي، و يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: كانت لأبي داود كمان، كم ضيق وكم واسع، الواسع الكتب والآخر لا يحتاج إليه. سبحان الله. وهذا ما دعاه في بعض برامجه عندما يظهر تلفزيون، يظهر ويقول ايش تبغوني أتكلم عنه اليوم، أنا عندي بضاعة من كل نوع. سبحان الله. ثم يقول يردف بعد ذلك أنه هذا يقول ما أقولها يعني افتخارا، وإنما هذه حقيقة. وأنا من أيام الابتدائية والمتوسطة وأنا أقرأ أعيش بين الكتب، فتشكلت هذه البضاعة العظيمة عند رحمة الله. ولهذا أنا أحيانا أقول هذا السؤال الذي تفضلت به، هل هو بهذه الطريقة ولا يمكن نصيغه بطريقة أخرى؟ هل نحن لا نقرأ، أتكلم على أمة عربية مسلمة، أو لا يراد لنا أن نقرأ؟ يعني ندخل في المؤامرة يعني؟ والله يا أخي ما أدري، أنا بس مرة قرأت في عام 1970. يدخلون المؤامرة يمكن حتى في المندي يعني. لا المندي لا، في المضبي ممكن، والحنيد ممكن يجي فيه، لكن المندي لا، لأنه فيها من النظرية هذه صعبة أنك كمان يعني معليش يعني إحنا مؤمنين فيها لا شك دكتور، لكن أيضا مدخل الناس ما تبغانا نقرأ. والله أنا ودي كذا يوم من الأيام أنا وياك نقرأ كتاب الرأسمالية والتربية لمجد أرسيان كيلاني، أنا قرأته فشاب رأسي وأيقنت بأنه ما في شيء بدون يعني وراء الأكل وما وراء. أنا أعطيك مثال، في عام 1970 كان هناك مؤتمر في بيروت، وقرروا فيه من أحد توصياته الختامية أن تطبع
كتب عظماء الإسلام متوزعة في العالم العربي، ودفع 10 ملايين دولار لإلغاء هذه النسخة، هذه العبارة، وألغيت. أنا لما قرأت هذه المعلومة الحقيقة وقع في نفسي وخلدي أنه وراء الأكمة ما وراء، لكن المؤامرة لن تمنعك من صلاة الفجر، المؤامرة لن تمنعك من الذهاب لمعرض الكتاب، المؤامرة لن تمنعك من قراءة شراء كتاب من الكتب والاستفادة منه. لكن ثمة شواغل، بلا شك هناك شواغل كثيرة، العالم يطرح ما لديه، والقوي هو الذي يفلتر ويأخذ ما يستفيد منه ثم يرمي بذلك. مثلا ما هي الأشياء، لماذا لا نقرأ نحن كأمة؟ أنا أرى أن تعدد الوسائل الإعلامية الجاذبة مهلكة الحقيقة للشخص. يعني في السابق عشان الواحد يجي يتابع، ها تعرف احنا نتابع معنا تلفزيون واحد في البيت والعائله كلها تتفرج ابيض واسود، واذا واحد يبغى يغير ما في ريموت اصلا، ما يتغير، هي قناه واحده بس. يقول صارت في قنوات ثانيه عشان تصك هذيك طق، هذا عشان تنتقل للثانيه، والصوت لازم تقوم وتصير معركه من اصلا يرفع الصوت ومن يغير الله. صحيح، والمشكله اذا خرب هذا ويطلع واحد يسوي الاريال ويمين يسار جربت قاروره المويه. لكن اليوم يا اخي في كل غرفه شاشه بلازما، تمام، HD الان شيء، واصبح واي فاي، ما يمكن ما تطلع انت معك الجوال تشبك مباشره على وتتابع قنوات اليوتيوب من هناك. اشياء مشغله، ولهذا ما لم يكن الانسان حازما مع نفسه في جعل وقت للقراءه والاطلاع وإلا سيضيع وقت تحرم نفسك من كل شيء. الجوالات هذه اجعلها على الصامت واجعلها جانبا، وقل عليك ليل طويل فرقد. من الأشياء أيضا قلة الوعي بأهمية القراءة. قلت أنت دخلت الآن في مسألة البداية، كيف لا تونا لسه، لأن عندي سؤال هنا من الأخت مها، تقول كيف نبدأ وكيف تصبح عادة عندنا يا رجل؟ احنا ما نحتاج، بعض الإخوة يقول لي إيش أفضل كتاب، أقول له دعك من هذا السؤال، هذا السؤال لا فائدة منه. أنت ستسأل 10 أشخاص كل واحد سيحكي لك تجربته الشخصية وأن أفضل كتاب كذا بحكم خبرته هو. لكن في الحقيقة أنا أقول أنت خصيم نفسك وحكمها. كل كتاب نافع يستهويك عنوانه ومعلوماته اشتره، اشتره وذر. لا تقيد نفسك بأي عنوان، أعجبك عنوان معين خذ هذا الكتاب. هو بس الإشكال عند بعض المبتدئين دكتور أنه لا يريد أن يقع على كتب ربما تكون يعني تأخذه إلى مناحي قليلة قليلة. هذه أنا أتكلم الآن، واحد ذهب إلى مكتبة من مكتباتنا في الرياض، تمام، مكاتب مميزة ورائعة، وقال أنا أبغى يا جماعة قسم تطوير الذات ولا قسم سيرة النبوية ولا قسم كذا، الموجود فيها موجود نظيف ومميز ورائع. أنا ما أتكلم الآن على كتب فلسفة ولا كتاب يعني أكبر منه ولا كتاب سيدخل له في عمق المذاهب الفكرية لا أقول له اذهب إلى عبد الوهاب المسيري وأقرأ موسوعته عن اليهود، لا، لكن أقول له هذا القسم فيه عناوين كثيرة وجاذبة، العنوان الذي يجذبك أخذه وقرأ فيه. قد لا تقرأ منه إلا 10 صفحات. لماذا؟ لأن هذا لا يناسبك. أن تستقرأ 20 كتاب حتى تقع في الطعم رقم 21، لأن كل إنسان ترى له لغة قراءة خاصة، له فن يحب أن يقرأ فيه، وهو الفن الذي تهتم بتفاصيله. ودي أسألك سؤال إذا سمحت لي. أحيانا في الجرائد في بعض الصفحات سرعة، صحيح، إذا جاء عنوان مهم لك توقف. خلنا أسوي لك اختبار كذا، سامحني على هذا. يعني أنت يعني لما يجيك عنوان بكرة تقرأ جريدة وحصلت صناعة الأفلام الوثائقية وهو تخصصك وما شاء الله واهتمامك به، ستقف ولا لا؟ أقف احتراما بدون دق تحية، لكن ستقف حتما. صحيح، لأنه اهتمامك، لأنه جزء من قراءتك ومن تخصصك ومن الدورات التي تقدمها. طيب يا أخي، نفس القضية الناس، أي إنسان له طعم لا بد أن يقع فيه بعد فترة. أنا يا أخي تخصصي حديث وليس لي في هذا باب الأسرة والقراءة وما أدري إيش، وقعت مرة في 1415 كانت هي البداية. أيوة، كيف كان؟ ممتاز والله، أنت كذا يعني شوقتنا. لا بدون تشويق تدري أنا معلش معلش، ترى هذا يصب في سؤالنا اللي هو كيف نبدأ. صحيح، أنت 1415 بدأت، كيف بدأت الحقيقة؟ لأحد فقعت الطلب؟ لا، قبل 1415 كنت في قرية ليس فيها كهرباء، ومعنا ماطور يمكن شغل ثلث القرية أو نصفها، من ضمنها حنا بعد صلاة العشاء يقفل،
تمام. أيوة. كنت صلاة العصر، والآن والدي ووالدتي يشاهدون، عندنا مطبخ ما كان فيه تلييس ولا شيء. ليش يا ابو علي؟ ليش ما ليست يا ابو علي؟ احط عليه السرير تمام، وارش المنطقه التي حولها، وابدا اقرا. هناك شخص مساه الله بالخير، هو الذي درسنا وادبنا وربانا. هذا الشخص يا اخي تخصصه تاريخ، لكن عنده مكتبه لا باس بها في بيته، وبدانا كنا نقرا كتاب الحبحب. وش هذا؟ تعرف الحبحب؟ لا. كنا نسميه عبحب. سمي احد الاخوه، احنا مشينا معه. سلسله الضعيفه والصحيحه للشيخ الالباني، هذيك سوداء وذي حمراء. عجيب. ذيك الايام. وبدانا بتخريج تفسير ابن كثير. هذا الكلام 1408 9 10 تخرجنا بعد ذلك. الشاهد انا بدات بمجله ماجد. انا لا اسوق لها هنا. ها؟ ما ادري باقي موجوده اصلا. موجوده. أيوه. لكن مجله كنت أقرأها وأذهب إلى منطقة بعيدة عنا قرابة 9 أكثر من 9 كيلو أشتريها وأقرأها. ثم كان عندنا دكان الوالد بعد صلاة العصر يجون شيبان وكذا، وأعارني أحدهم المستطرف في كل فن مستطرف. أيوة. ثم أخذت الزير سالم، ثم أخذت عنترة بن شداد، ثم فتح الله علي من خلال هذا الأخ، وبدأت في كتب العلم وغيرها. بعد ذلك الكتاب الذي إن شاء الله إذا جيت من المكتبة سأريك أول كتاب شريته في حياتي. يا سلام، لا نجيبه الحلقة الجاية إن شاء الله. المغني. إذا الله يسر. المغني. الطبعة القديمة. وهذا اشتريته من وين؟ كان عندنا هناك مكتبة. أيوه؟ والله أذكر ما أدري هو أهدي إلي ولا شريته ولا. من أول كتاب اقتنيته. وقرأت فيه جزءا كبيرا حتى أوشكت على نهاية قسم العبادات فيه. وبدأت بعد ذلك الحمد لله أقرأ وأشرح. وعندي مسجد جدي كنت أشرح فيه بجوارنا، ما بيني وبين بيتنا إلا متر، وأشرح فيه بعض الأشياء وأدرس فيه الناس وتعلمت فيهم الحقيقة. لكن كانت القراءة قراءة ماتعة ونافعة. هذه بدايات. ثم بدأنا بعد ذلك في حفظ المتون العلمية والقراءة وجمع الكتب. وكانت الحقيقة 1415 نقلة. 1415 كان عندي بحث بعنوان العمل حجام المرأة عن العمل الدعوي. بحث تبع ايش؟ كان في عندنا في الجامعة مجموعة من البحوث، وعلى هامش الجامعة ايضا مجموعة. وقتها انت طالب ولا؟ في الجامعة. في الجامعة. اي نعم. 1415. حلو؟ اعطينا هذا البحث وسافرت للقاهرة. كانت أول سفرة لي للقاهرة لمعرض الكتاب 1415. ما شاء الله. طبعا بهرت. أنا متعود على وين مكتبة ما شاء الله هناك، في كانت المكتبات قليلة ليس بتلك الكثرة، واحد منها في شارع العطايف تعرف، والثاني الشاهد لما وصلت هناك عالم. وجمعت المراجع المتعلقة بهذا البحث، وإذا من ضمنها الأشياء الأسرية والمجتمعية والتربوية وغيرها، وأحببتها الحقيقة ووقعت نفسي فيها. ثم إذا ألقيت درسا أو محاضرة أو كذا، ما كانت هناك محاضرات لكن دروس، وهذه أجد أني ما شاء الله منطلق في هذه، وعندي معلومات مستحضرة. شبكنا. أيوة. وتوكلنا. اللي شبكنا يخلصنا. اللي شبكنا يخلصنا. ولم أهمل الحمد لله العلم الشرعي، وتخصصت في الحديث وأخذت منه ماجستيرا ودكتورا الحمد لله، ولا زلت أنا من يعني أبناء كلية أصول الدين وأساتذتها، وأفخر الحمد لله بالدخول فيها. ولذلك أقول للشباب لا تعيق نفسك بأفضل وأحسن وأروع وما أدري أو تخصصي أو أيوه. في البداية ستقع في هذه الأخطاء وستشتري كتب لا تستفيد منها. تمام. لكن لها الفضل هي بعد الله عز وجل في صناعتك، لأن هي التي ستدلك على الطريق وتجعل لك علامات لا تتجاوزها لا يمنة ولا يسرى. وهي نصيحة والله للشباب من خلال خبرة، أرجو أن تكون إن شاء الله نافعة لهم. لكن رأيت أنه النصح متى تحتاجه؟ عندما تكون عندك قضية معينة وتحتاج فيها إلى متخصص فعلا لينفعك ويدلك على أخصر طريق للوصول لهذه المعلومة، هنا ترفع السماعة على فلان تقول له والله عندي بحث في الجانب الفلاني، إيش أهم الكتب فيه؟ ما الأشخاص المميزين فيه؟ أما كل قضية يبحث الإنسان عنها، أنا لا أقول الإنسان دع، إذا صار المسألة فيها خير وشر هنا نحتاج أيضا إلى شخص يدلنا، لكن إذا كان خير وخير الخيرين خذ ما شئت، لكن إذا دخل فيها شر وأشياء سيئة فلا والله، فالإنسان يبتعد بدينه وعمره عن إضاعتها في مثل هذه الأشياء. جزاك الله خير. هنا سؤال يعني قريب من ما تتفضل به. الأخت أظن اسمها خوخة تقول سؤال مهم جدا، أنا أحب مجال علم النفس التربوي كما أنني أحب مجال الشريعة، كيف أجمع بينهما؟
لحظة وأصبح كالدكتور علي شبيني؟ لا لا ما شاء الله، هي بتصبح أحسن مني ومن ده. يقولون تخصص 60% يعطيه من وقتك ها، و40% لهواية. أنا أؤمن بأن الإنسان ينبغي أن لا يحصر نفسه في فن معين، ولهذا العلماء كانوا يقولون في التراجم، لما تقرأ سير علماء النبلاء ولا غيره من الكتب، قال كان إماما في العربية مشاركا في بقية العلوم. أيوة. ولهذا ابن الجوزي ماذا يقول؟ يقول ومن نكد الدنيا أن تجلس في مجلس يتحدث الناس فيه في فن لا تتقنه، خذ من كل شيء طرف وركز على أحدها على أحدهما، تمام؟ وهذا الطرف الذي أتكلم عنه هو الشيء الذي هو هواية. أنت الآن شيخ تخصصك إعلام ولا؟ صحيح. لكنك أخذت جزء قسما من هذا الإعلام وركزت عليه بشكل كبير حتى تنفع الأمة فيه ويعني يستفيد الناس منك. أنا أقول للإخوة تخصصكم سيقوي هوايتكم. اليوم لما تأتيني قضية تربوية أنا أحاكمها مباشرة الأصول الشرعية الموجودة لدي، إلى السنن الكونية عندي أيضا في نظر الإسلام للإنسان وللكون وللحياة، هذه أفادتني ولم تضرني. وذلك لا الإخوة لا يأتون بهذا يعني الفصام النكد الذهني الذي ليس له واقع. أن تتعلم الشرع لأنه أساس، وخذ لك هواية أخرى وتقدم فيها وانفع الناس فيها وانفع مجتمعك أيضا. وهم يقولون تعلموا العلم فلا تدرون متى تنتفعون به، تأتي فترة في السيفي أو السيرة الذاتية ينفعك هذا السطر أنك تخصصت في شيء أو أخذ دورات في جانب معين خارج عن تخصصك الذي أنت فيه. وهناك نعم. عبارة يقول يعني اعرف شيئا من كل شيء. صحيح. واعرف كل شيء عن شيء. صحيح. طيب في توصيات أخرى في مسألة البداية، يعني عطني أنا شخصيا وعطل الناس اللي قاعدة تسألني هنا على الوسم والإخوة والأخوات المشاهدين المشاهدات، تقول لهم تفضل يلا ابدأ. أولا مثلا ممكن تقول له إيش، ماذا نقرأ ولمن نقرأ لخالد رمضان على سبيل المثال أو غيره، اقرأوا كتاب فلان قبل أن تبدأوا القراءة. صح. يعني اذهبوا إلى كتاب كذا من كذا صفحة واتبعوا ثم بعدين يعني تعلموا. عندي كتاب في الأسفل لو سمحت. ساجد هذا. أيوة. عندي هذان الكتابان، أنا أرى أنهما من الأهمية بمكانه. الكتاب الأول القراءة متعة ومهارة للدكتور متعب بن زبل المطيري. أشوفه معلش سم. للشباب يهم انه ياخذ عليه زوم. ايوه. وهذا كتاب اخر اسمه اقرا كيف تجعل القراءه جزءا من حياتك لساجد العبدلي. ساجد العبدلي الحقيقه له كتب مميزه جدا، هذا من ضمنها في القراءه وتعليم القراءه، والاخوه يعني ان شاء الله يظهر العنوان، وله دورات ايضا تدريبيه. لا اريد هذه ترهقنا، كتاب واحد يكفي، اقرا فقط حتى تتضح لك المعالم والاليات ونحو ذلك. جميل. طيب الامر الثاني، حدد لك كتابا في كل شهر أو في كل أسبوع، وابدأ بالأشياء البسيطة والسهلة، فإن كان شيئا كبيرا قسمه جزئه. ماشي. الأمر الثالث، ابدأ بالأشياء المشوقة والجميلة، لا تبدأ بالأشياء الثقيلة والعسيرة. الآن إذا رحنا يقرون عن الزواج وعن بارك الزواج، نعم يعني يستفيد إن شاء الله، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس بما كنتم تدرسون. ماذا قال ابن حجر؟ قال الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. تمام. والشيخ الإسلام له عبارة جميلة يعني عن أن بعض العلوم عندما يعني يرتفع الإنسان فيها دون أن يكون مؤصلا في الأسفل أو له قراءة جميل تزيده تشويشا وحيرة. فأنت تحتاج في البداية أن تكون لديك قراءة مشوقة حتى ماذا يتعود عقلك على قراءة الحرف وفهم أيضا المعلومات. مثل ماذا الكتب التي أنا أنصح في البداية على خفيفة بالروايات النظيفة المفيدة التي لها أثر يعني بعدي، لأنه كثير من الروايات ترى متعتها مثل نجيب الكيلاني مثلا، نجيب مع التحفظ على بعض الأشياء، لكن عموما نجيب الكيلاني مميز. لكن في قسم آخر مهم جدا، أنا أحب روايات مثلا رأس شيوم للشباب المبتدئين والسجين يهرب، أحب أن يقرأوا سلسلة الجوهرة للأطفال الصغار أو السنة العاشرة والثانية عشرة، حقيقة مفيدة. في شيء مهم جدا، السيرة الذاتية. هذا باب رائع وجميل تراجم يفيد الشباب كثيرا. يعني مثلا هذا كتاب عندي لأحمد أمين اسمه حياتي، عندي هنا كتاب الحقيقة لطيف عساني أحصله،
اسمه رحيق العمر لابن أحمد أمين، اسمه جلال أمين، مجلدين. يا أخي حقيقة قرأت الكتابين واستفدت منهما فائدة كبيرة ومعلومات ما كنت أتوقعها عن بعض البلاد الغربية. أنا أنصح الإخوة كثيرا لقراءة التراجم الذاتية. يعني مثلا لو واحد الآن في الجامعة وقرأ ترجمة عبد الوهاب المسيري وتخصصه في ومن الجذور إلى الفكرة إلى، يا أخي حقيقة متعة وإبداع. دار القلم أخرجوا سلاسل عن عظماء الإسلام وكذا، حقيقة مفيدة أيضا ونافعة، ومنها لمعاصرين، منها للشيخ مثلا بن العثيمين وعز الدين قسام ومدري إيش، مجموعة من العلماء والأفاضل على مر التاريخ يمكن أيضا الاستفادة منهم بشكل كبير جدا. أيضا من الأشياء أيها الإخوة في البدايات أيضا التنوع في القراءة، لا تحصر نفسك في مجال. أيوة. لا تحصل نفسك مجال، اقرأ هنا وهنا وهنا وتنوع، ثم بعد ذلك ستتعلم. في قضية مهمة أنه ينبغي أن تكون القراءة ثقافة يومية لأهل المنزل. أيوة. يعني أنا أتمنى أن الأسرة يكون عندها كتاب يقرأ، وهذا ما تشير إليه أنت دائما دكتور، وأشرت إليه ماني قادر أطلع في الكتاب حقك الأخير، في يمكن في هذاك الكتاب كيف تضع خطة تربوية، لا اللي تحته اللي أسفل هنا. أي نعم. اللي أسفل أنا وضعت مكتبة كاملة للأسرة. أنت عملت المكتبة اللي هي حقيبة البيت التربوي اللي هي هذه للدكتور علي. صحيح. الجماعة بس يقربوها شوية، ويعني سألوني عنها في تويتر، وكذلك جاني يعني كذا اتصال قبل الحلقة، فضلا عن يعني السؤال المتكرر في دور النشر في معرض الكتاب. عطنا قصة حقيبة البيت التربوي هذه، فكرة وإشراف الدكتور علي بن محمد الشبيلي. والله احنا اعطيناك هدية في السيارة، بس وريني هذه، وريني الاثنين هذه. هذه؟ خاصة الأسفل. يعني كنت تعلم الناس انك اعطيني هدية. لا لا، انت حلالك كل شيء. هذا الكتاب طبعته الآن الطبعة السادسة له، بدأ صفحة واحدة. تمام؟ ثم طورناه إلى شبه كتيب، ثم بعد ذلك وصلنا إلى هذا الحد وهو كيف تضع خطة تربوية لأولادك. سألني أحد المشايخ مرة، دكتور في جامعة القصيم، قال لي يا أخي الكلام اللي تقوله هذا حد يستفيد منه؟ قلت له أنا أعمل على الأسرة السعودية عام 1440، ستكون هذه ثقافة موجودة في المجتمع بإذن الله تعالى. والناس اليوم والله يا أخي إذا سمحت لي بطلع، بس كويس مدى قريب 440 يعني، بطلع رسالة بس إذا سمحت كذا سريعا. ها، أهم شيء لا يكون جيب معك صامولي. الله لا والله لا لا، غسالة خربانة. يقول اليوم أسأل لي واحد من الإخوة أنه أنا استفدت من الدورات والمحاضرات واللقاءات اللي تسويها كويس. إيش يقول الرجل هنا؟ قال الله يجزاك الجنة، أحب أقول لك أني قبل الزواج حضرت دورتك واستفدت منها كثيرا، وسمعت سيدي سنة أولى الزواج 7 مرات وأغلب محاضراتك تابعت، والله إن لك أثر كبير علي وعلى زوجتي، بإذن الله يستمر الأثر على أبنائي مستقبلا. أنا والله لا أقول هذا الكلام. أنت إلا تريد 440 طلعت يعني عدد كبير من الرسائل، والناس تسير الحمد لله. تمام. لكن كما يقولون الغرب كويكل سلو، يقول نسرع ببطء. ها؟ أيوة. نحن نسير في الطريق الصحيح وإن كان بهدوء. هذا لما بدأنا به قلنا للناس لازم يصير لك خطة. كان الناس يقولون يا أخي لما نجي نسوي خطة في البيت ما ندري إيش نسوي، وتجد أن هذه الخطة واحد في طبرجة له خطة لوحده، واحد في حقل له خطة لوحده، واحد في صبية له خطة، فما في شيء يجمعها. ها؟ في هذه السنة كنت قد جربت سابقا، أطلقت مبادرة اسمها عائلتي أولا في مكة وجدة والرياض. تمام. حلو. كانت عبارة عن كيف نستطيع أن نجعل هؤلاء يشتغلون كلهم في بيوتهم عبر نسق واحد وجدول واحد. ممتاز. ثم من خلال سماعي من الإخوة أجد ثغرات، أجد إيجابيات، أجد سلبيات، حاولت أن أضع برنامجا لهذه الأسر وأقول لهم يا أيها الأسر، يا أيتها الأسر الفاضلة والرائعة، أنتم تريدون برنامج ومنهج، أنا سأضع لكم برنامج. رحت هذه السنة وعملت هذا الكتاب الذي هو القيم التربوية الأسرية، وكان في فيلم تشويق له قرابة 2:08. هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ برنامج عملي شهري للأسرة في 12 قيمة تربوية تعمل في داخل المنزل، يشتكي منها كثير من الآباء. المحافظة على الصلاة، بر الوالدين، تحديد الهدف، الإيجابية، القرآن، الأمانة، النظام، الصدق، التعاون، الذكر، الرحمة، إلى آخره. كل واحد منها برنامج عملي متكامل. شيخ يعني لما نقول، كنت سابقا أقول لهم معايا شيخ، معاك
كنت أقول لهم يا إخوة حفظه نشيد جميل تمام؟ حلو. احكي له قصة رائعة عن الصلاة، احكي له قصة عن الصدق عشان طلع منها فوائد تربوية. يقول يا أخي ما حصلنا قصص. أنت جبت له القصة، كل القصص والأناشيد كل شيء، آيات أحاديث أناشيد. بل يا أخي الكريم كنت أقول لهم يا أخي شاشة التوقف هذه حق الكمبيوتر، إذا عندك كمبيوتر في الصالة حط شاشة التوقف تناسب القيمة. قالوا وين نصمم الآن ومدري إيش، رحت وسويت لهم 96 شاشة توقف وضعتها في وضعتها هنا القرص المدمج، هذا القرص. بعض الإخوة هذا فيه ما شاء الله 800 ميجا ما شاء الله. قلت لهم أيضا بعض الإخوة يسألون عن هل في خطة مثلا تعلمني كيف أضع خطة تربوية لنفسي ولأولادي. وضعت لهم خطة كاملة قرابة 60 صفحة سميناها ملف حياتي، أيضا في هذا السي دي، في هذا السي دي مقاطع وكتيبات أيضا رفعناها. واحد من الإخوة أقول له عندك أطفال صغار، يقول لي أخي عندي أطفال بس البرنامج هذا ما يناسبهم أعمارهم صغيرة. وضع لهم مقاطع فيديو وأناشيد وأشياء كثيرة ومسابقات وألعاب موجودة. وهذه النسخة الأولى ولا لا؟ هذه نسخة، نعم نحن أطلقنا هذه النسخة نبغى نسوي تيست تجريبية يعني. نعم في بعض الكتيبات إنك إذا سمحت لي عليها مثل هذا دفتر يعني نقدر نتوقع عليها. مثلا أنه مثلا إن شاء الله نقول العام القادم وغيره يعني تكون يعني وقفتم على بلا شك إن شاء الله طورتوا. نعم نحن سنطبقها في داخل المملكة وخارج المملكة الآن، وأبشرك الآن إن شاء الله سيقام عليها برنامج في شهر 7 على أكثر من 500 أسرة في الخارج هذا البرنامج. ووضعنا جائزة أيضا لأفضل أسرة تقوم بهذه المشاريع. شوف هذا دفتر اللقاءات العائلية 48 لقاء عائلي كل أسبوع لقاء، ونحدد له الكتاب ها وكيف يقرأه على أولاده وكيف يطبق اللقاء العائلي وكيف كانت أجواء اللقاء، موقف طريف حصل في اللقاء، ما تم الاتفاق عليه في اللقاء، تجيع المهام للقاء القادم. شغل خطة استراتيجية، لكن رأس المال هنا القيم، القيم التربوية الأسرية. هذه الأشياء مساندة، 3 كتيبات مساندة، وهذا ينفع في زيادة البرامج العملية والمقالات وغيرها. نحن وضعنا للناس دورة تدريبية مجانية للإخوة بعد إن شاء الله انتهاء المعرض لشرح لهم فكرة المشروع والبرنامج. كيف دورة مجانية لكل اللي اقتنوا الحقيبة؟ احنا نعلن ونقول هذه الصالة 500 شخص 600 شخص، الله يحييكم. الذي سيأتي حبا وكرامة مرحبا به هنا وجدة والدمام. يعني بلغني من دور النشر من عليه إقبال طيب، فالله يعينك عليه. اطلع في التلفزيون، هذا أنت طيب في التلفزيون وخلاص. الناس يستاهلون، ونحن نجاح أسرة واحدة يكفينا، فكيف إذا كان عشرات الأسر سوف يعني تدخل في هذا العالم. نحن والله لا نريد إلا الخير وأن تنتشر مثل هذه الثقافة بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير. عموما يعني نهنئك حقيقة على هذا المنتج المعرفي، وصلى الله أن ينفع فيه. على طار جبنا طار الزواج قبل شوية والكتب أكبر. أيوة أحد الأخوات تقول صديقتي مقبلة على الزواج، تريد بعمق كتابا شاملا يفيدها كما تريد كتابا تنصح شريكها بقراءته. هذا من في تويتر؟ أي أبدا، في تويتر الآن هناك رابط بعنوان أهم 100 كتاب أسري، وتدخل على صفحتي وستجده أهم 100 كتاب أسري. هذا ألفته في السنة الماضية ووضعت فيه أهم الكتب للزوجين للوالدين للشباب للفتيات الأطفال والروايات وغيرها. خلاص تستفيد منه، لأنه في كتب الحقيقة أنا لا أحب أن أقولها على الهواء مباشرة لأنها خاصة بالزوجين، بل بعضها خاصة بالزوجين قبل الزواج بأسبوع، وأقول له ترى لو تقرأها قبل 3 أسابيع حتبيت في مكان آخر يعني. فلكل كتاب زمان أيضا. ووضعت لهم مكتبة متخصصة للزوجين، وأصدرنا قائمة ووضع، وكان في مجموعة ألفة أيضا يعني مفيدة أيضا للزوجين. هذا سؤال لطيف، وأنا أنصحهم بهذا اللي ذكرت لك الرابط، أهم 100 كتاب أسري فيما تحتاجه الأسرة إن شاء الله تعالى. نعم جميل. ويبدو أنه أصلا حتى على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية لم أكن واهما، وأنت عضو في مشروع التأهيل للزواج أو لا في إقامة دورات، كنت وراجعت بعض الأشياء منهم. عندهم يقدموا دورات في هذا صحيح في هذا المجال، ومفيد والله. أنا أنصح الأخوة والأخوات بحرص عليها. طيب الآن بقي تقريبا في معرض الكتاب الدولي، معلش بنخص أهل الرياض يعني شوية بالحديث أو حتى القادمين لأجل زيارة المعرض، يعني ما أبرز مكونات المعرض الموجود
بمعنى هل يعني مثلا مخدومة، كتب السير على سبيل المثال كثير، أو السير الذاتية كثير، الكتب مثلا العلوم الشرعية بالتأكيد هذه ما شاء الله في كل المعارض كثير صحيح، لكن الروايات التي تفضلت بها مثلا صحيح مليان روايات كثيرة، يعني اللي عنده مثلا ساعتين ثلاث ساعات يقول وين أروح، أبغى أدخل بسرعة أخلص وأطلع. طبعا صعب، لكن احنا عندنا مكتبات داخلية ومكتبات خارجية، والمكتبات الخارجية على أقسام، منها ما هو أكاديمي لا يصلح لعامة الناس، ولا أريد أن أسميه بلدا، لكن عموما هناك مكتبات لا تصلح للناس، وهناك مكتبات شعبية تصلح لعوام الناس وللمثقفين في البداية، يمكن أن يشتروا منها ويستفيدوا، وهذا أغلب ما في المعرض. اشتغلنا قرابة 15 باحثا تمام وأستاذا بمختلف تخصصاتنا، وأصدرنا قائمة في كل فن 3 كتب، ونزلناها اليوم الحمد لله في المعرض. ما شاء الله. يمكن أن يبدأ الإخوة من خلالها ويستفيدوا منها. المكتبات السعودية فيها ميزة، أيوة، كتبها نظيفة ورائعة، يعني أتكلم على 95% من الكتب مميزة ومفيدة ونافعة. وأنا أحث الإخوة أن يذهبوا للكتب الجامعة، لا يذهبوا للكتب الموسعة التي تشغل أذهانهم. لكن مثلا واحد يجي يقول لي أبغى كتاب في الأخلاق، أقول له خذ كذا، هذا الكتاب الفلاني يريحك. واحد يقول لي أحتاج كتاب أنا في السيرة النبوية مثلا، ها، أقول له والله شوف أنت ماذا تريد في السيرة؟ طبعا أول شيء أعرف مستوى التعليمي وأعرف عمره، لما يقول لي والله أنا عمري كذا، أقول والله خذ كتاب مختصر الرحيق المختوم. واحد لا والله في الجامعة، أقول خذ كتاب إنها النبوة لصالح رضا، خذ صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، خذ كتاب مهدي رزق الله السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية أو مختصر ونحو ذلك. فالشاهد المعرض لا شك مفيد، وأنا أنصح الإخوة يعني حضوره والاستفادة من تظاهرة ثقافية رائعة. ليس هناك معرض في الخليج العربي وحتى في العالم العربي، صدق أنا زرت القاهرة ضخم بلا شك، وبحكم أن القاهرة فيها عدد ضخم من البشر، لكن ما يعني تشوف الدور تحرص على القوة الشرائية. السنة الماضية المبيعات 20 مليون في 10 أيام، مبلغ مو سهل. فلهذا هي قيمة شرائية ضخمة، معنا في حضور ضخم، في قراءة ضخمة، في ناس تتثقف بحمد الله تعالى. لكن ينبغي كما ذكرت أنه يستفيدوا من هذه القوائم، ليست وصاية بل هي توجيه وتذكير، ولا يستغني الإنسان عن مشاركة الناس عقولهم، لا تنفرد بعقلك ورأيك وتظن بأنك أنت تملك الصواب في كل شيء، هذا غير صحيح. يا سلام. رحيل تقول مشروع القراءة لو طبقناه في حياتنا نجده مشروعا ماتعا ومفيدا، فالقراءة تغذي العقل وتسعد القلب وتفتح للقارئ آفاقا من التأمل. صحيح. يا ماريا على ما أعتقد، أو ماري بالإنجليزية كاتبها، أعجبتني قصة عطاء بن أبي رباح مع الخليفة سليمان وعبد الملك، هكذا يخطف الدكتور علي أسماء المشاهدين وأنظارهم كذلك. طيب ترى عندنا احنا ناس يفوزون لازم الليلة والله. ايه عندنا طيب مشروع. طيب احنا برضو هذا يعني نبغى نعطيهم مجال. تفضل. وش الـ انا قلت قبل شوي احنا عندنا كم يا عمر؟ عفوا دكتور، عندنا 5 دقائق. بارك أنا كنت بمر على بعض الكتب، شوف هذا من كتب السيرة الذاتية، رحلة العمر لأحمد راتب عمروش، ترى هذه جبتها كذا أخذتها من مكتبتي، بس أقول له من المكتبة الإسلامية ثرية. هذا موضوع اللامبالاة في المجتمعات وكيفية علاجه. افعل شيئا، مجموعة مشاريع يمكن أن تفيدك في حياتك. روائع القصص الإسلامي، خذ كتاب، هذا من أخطر الكتب، كيف تمسك بزمام القوة، 48 قاعدة ترشدك إليها. صح كتاب مترجم لكنه مفيد. خذ كتاب الهجوم على الإسلام مثلا، هذا كتاب 30 دورة في تدريبية. شوف ممكن ترجع 30 دورة تدريبية. نعم عندنا سلمك الله اليوم فائزينها، وأرسل عندي هنا. جميل، نمر على الفائزين كذا سريعا. يلا معنا 3 دقائق ونص. طيب اليوم يا أخي الكريم نحن في الشهر هذا الماضي أعطينا الإخوة مجالات يشتغلوا فيها في مجتمعهم، إما هداية شخص كافر أصلي إلى الإسلام، أيوة، وإما نصح شخص عنده مخالفة إما كبيرة من الكبائر أو معصية داوم عليها لفترة طويلة ويبدأ بالعمل معه. وكان هي محاولة لنقل الهم الداخلي إلى هم خارجي للناس، أن يتفاعل الإنسان مع الآخرين وأن يتعلم أنه الدعوة يقولون لا تعريف لها لأنها تطبيق عملي. شارك معنا مجموعة من الإخوة الأفاضل، أيوة، والأخوات. والأخوات نعم، إحداهن اشتغلت على تعليم خادمة الصلاة والفاتحة،
وأخرى دعوة خادمة لم تسلم للإسلام لم تسلم بعد، ومجموعة من الشباب المساعدة في الإخلاء عن التدخين لمجموعة، ومجموعة أيضا مساعدة الشخص تارك للصلاة في الجماعة، ومجموعة الإصلاح بين المتخاصمين، وهناك مشاكل مجتمعية أيضا حرصوا عليها. وعندنا سلمك الله شخص أخت هي قامت بدعوة إنسان إلى الإسلام وأسلم ما شاء الله، وهذه إحدى بركات الله ما شاء الله، الله يجزاها الحمد لله. اسمها أفنان عبد الفتاح ما شاء الله. حقيقة البلد وين؟ لا والله ما بس عندنا احنا في هذا، لكن أفنان عبد الفتاح هي نعم هي دعت شخص إلى الإسلام وقد أسلم بحمد الله تعالى من الجنسية الفلبينية ما شاء الله، وهذا يعني خير لا شك أن الأخوة بذلوا جهد وعمل وأرسلوا لنا كل معلوماتهم والأشياء التي قاموا بها وساعدوا في الإقلاع عن التدخين والصلاة الجماعة وغيرها، لكن يبقى نقل إنسان من الكفر إلى الإسلام شيء عظيم وخير لك من حمر النعم. من أجل هذا ينبغي نكرم. لو لم يكن لديكم دكتور علي إلا هذه الفكرة وهذا الجواب وهذه الحالة للإجابة عن تساؤلات الذين يقولون ماذا تستفيدون هذا التخطيط وهذه البرامج وهذه، لكفى هذا الجواب. هنيئا لك وهنيئا لأفنان وهنيئا لمن أسلم. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع لنا ولها، من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الشهر الجاي وش عندنا؟ الشهر الجاي عن القراءة أيضا؟ عام لا طبعا كعنوان لا، سنشتغل على شيء آخر، لكن كل الإخوة المشاركين ستنزل لهم 4 كتب سيقرؤونها كلها ويلخصونها ويجمعون لنا أهم الأفكار في كل كتاب وترسل لنا آخر الشهر إن شاء الله تعالى. تصلهم هذه الكتب يوم الجمعة بإذن الله ويبدأ الانطلاق. طبعا هذول المنتسبين للمبادرة إلى مبادرات شبابنا عمادنا. نعم. لكن لا يعني ألا تقرأوا مجموعة من الكتب وتتفضلوا بتلخيصها والإشارة إلى الدكتور علي في حسابه في تويتر بقراءتكم وتلخيصكم، ولا لا يا دكتور؟ بلا شك. جزاك الله خير. نختم ولا باقي لنا دقيقتين؟ باقي دقيقة بس اقرا لنا شوي اللي رجعوا يسألون عن الحقيبة. ايه هي اسمها حقيبة البيت التربوي. نعم حقيبة البيت التربوي، فكرة وإشراف الدكتور علي محمد الشبيري، موجودة هذه الأيام في معرض الكتاب الدولي في الرياض. ولا تطبع إلا في المعرض ها؟ كيف يعني؟ يعني بعد المعرض لن يجدوها. عجيب. نعم ستطبع السنة القادمة، سنشتغل على الذين اشتروا في المعرض بس. سبحان وفقط. الله. نعم. سبحان ليس والله تسويقا، لا والله، بل هي قيمتها. قيمتها والله أكثر بكثير، لكن نحن نريد نفع الناس، فنسأل الله التوفيق. الله خير. أعز مكان في الدنيا سرج سابحي. وخير جليس في الزمان كتابه نقولها بملء أفواهنا أمة القراءة حياة أو موت، إذا أردت أن تحيا حياتين بل حياة بل أوقات كثيرة من الزمن اقرأ، إذا أردت أن تحيا حياة سعيدة وجميلة ورائعة عليك بالقراءة. الشعوب القارئة تتمتع بثلاث أشياء: تفكير سليم وحركة هادئة وإنتاجية عالية ومواجهة التحديات على أساس متين. ونسأل الله أن نكون من هذه الشعوب السليمة والواعية والناهضة بإذن الله تعالى. شاء الله تعالى. شاء أنت الله. أحد معاول الحقيقة البناء وليس الهدم. لا إن شاء الله حشاك البناء والنماء والعطاء والنهضة لهذا البلد وهذه البلدان المسلمة والعربية التي يعني بعض من أبنائها وبناتها يرسلون لنا هنا شكرهم وثناءهم على هذا الجهد الكبير والعظيم الذي تقدمه خدمة للإسلام وللمسلمين وللمجتمعات العربية والإسلامية، فشكر الله لك وجزاك خيرا ونفع بعلمك وما تقدم. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان عنوانها الشباب والقراءة ضمن مبادرة شبابنا عمادنا التي يتشارك فيها الدكتور علي بن محمد الشبيري مع قناة المجد في نقلها إليكم، ونسأل الله أن تجد قبولا منكم وأن ينفع الله بها. نلتقي بإذن الله تعالى في الاثنين الثالث من الشهر القادم بإذن الله تعالى، وأنتم أكثر معرفة وقراءة واطلاع وسعة علم. وأشكر الدكتور علي عشان يعني أقهركم بس أشكره على حقيبة البيت التربوي هذه الهدية التي أعطاني إياها. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.